السلام عليكم. نكمل درسنا في خط النسخ، واللي ما يلحق في تويتر يلاقي الشرح كامل في اليوتيوب لأنه تويتر مدته قليلة. طيب، درسنا نكمل حرف العين في البداية والوسط والنهاية. حرف العين تيجي نازل نزول على الخط هذا، وما أعرف عليه بسيطة، يعني شوف تيجي نازل من هنا وتيجي تطلع كده طلعة بسيطة وترجع السطر، هذه البداية. من ركن القلم نسوي الهلال هذا، أنا ما شفت رقم، أعيدها تاني. من ركن القلم هذا نرسم الهلال، ما أدري إيش بي أنا. لاحظته هذه العين، تاني أكررها. نجي للعين اللي في الوسط، وسط الكلمة تطلع فوق كده وترجع تاني على نفس الخط، أكررها. تمام، هي تكون كده العين. عرفتوا كيف شكلها؟ نيجي العين النهائية، تمام، هذه العين. نيجي للدال، دال البداية تكون كده، دال النهاية ممكن تكون كده، ممكن تكون كده. تمام، نيجي لحرف اللام. حرف اللام يعني هذه اللام العادية، البداء اللام يعني نهاية اللام. اللام وتيجي ما تيجي ننزلها ألف كده، ننزلها بميلة من هنا إلى الركن هذا ونسوي هذه كده في اللام كده، توقف هنا على قد السطر وتيجي من هنا وتوقف هنا ونسوي هذه كده. تمام، في عندنا حرف الصاد. الصاد سويناها أول في الدرس السابق. إيش في حروف تانية؟ الكاف، الكاف زي اللام بس تختلف، شوفوا اللام كيف وشوفوا الكاف كيف. في كاف كده، ما تيجي الكاف في بداية الكلمة واقفة زي كده، خلاص تيجي الكاف في بداية الكلمة بميلة. نشوف كيف الميلة تيجي معنا، زي ما اتفقنا ما نكتب مثلا، نكتب شايفين الميلة كيف، وتيجي كده تيجي من هنا من وراها تجيبها كده. وفي كده الكاف تمام، تيجي في وسط الكلمة، تيجي في البداية، هذه تيجي في البداية. يعني بكتب مثلا مكة، مكة يعني خليكم معايا، ميلة بسيطة ما أوقفها، وأجي من هنا عشان أسوي التاء المربوطة، واجي من وراها نزلها تنزلها قليلة. في مكة كده مثلا ممكن أسويها بالطريقة هذه اللي هي الكاف هذه، ووقف كده، أجي الكاف الطويلة
والحمى هنا وكمل. تمام يا جماعة. نيجي لحرف إيش باقي؟ الها سويناها والنون. العين النهاية هذه. شايفين؟ من ركن قلم أرسم الهلال. شايفين كيف؟ الراء. من ركن القلم كمان أسوي كده. الراء والزين. تمام؟ الفاء. القاف. لاحظوا الفرق بين الفاء والقاف. الفاء رقبتها صغيرة، القاف طويلة شوية. ايش بقي تاني يا جماعة؟ أنا الألف ما تكون طويلة ولا تكون قصيرة عن اللام. هذه الألف، اللام خلاص في حدها، بحد الارتفاع نفسه يمشي معها. تمام؟ ما أجي أكتب مثلا، أبغى أكتب مثلا بروز، لي هدف الكلمة هذه، هذه الباء وهذه الراء، ما أجي أكتب الواو كده وأكتب الزين كده. طالع نازل. لا، لاحظين الباء والراء ماشي، الراء دي تقدر، لكن الواو طلعت فوق. كيف أكتب بروز وما أكتب مثلا الواو كده؟ لاحظين، ملاحظين كيف الواو هذه والواو هذه؟ ما أكتبها كده ولا أكتب الراء كده، الراء كده وتطلع راء كده، لازم كلهم زي بعض. شوفوا كلمة بروز كيف، يعني تعملوها مظبوط. أنا بكتبها، شوف هذه الباء، الواو لا نطلع ولا ننزل، الراس على الخط هنا، وهذه الزين. لاحظتوا انهم ماشيين مع بعض، برور بروز اللي يكون، بس المقصد ان كلها زي بعض، في ارتفاع واحد في نزول واحد. لاحظتوا علي؟ يعني ابغى اكتب مثلا احمد، اقدر اكتب الحاء هنا والميم كده والدال كده. تمام؟ واقدر اكتب احمد كده. وامشي هنا الميم والدال كده. ما فيها اي اشكالية، ما في اي اشكالية. تمام؟ يعني تقريبا احنا اخذنا كل الحروف وكل الكلمات، وان شاء الله ندخل على خط الديواني فيما بعد. والله يعطيكم الصحة والعافية، والف شكر لكم.